حدث كبير كذلك اللي ما خصناش نغفلوه، اللي عنده علاقه مباشره مع هاد جوج ديال الاحداث اللي كانت كنمو الانتخابات والنموذج التنموي، اللي هو هاد القرار ديال خلق هاد الهولدينغ بين الشركه الوطنيه لاذاعه والتلفزه دوزام وميديا. هاد ثلاثه ديال الاحداث عندهم واحد العلاقه عضويه، لان خصنا نعرفوا وكتعرفوه بان ما كاينش شي دوله اليوم اللي طورت على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بدون منظومه اعلاميه قويه. ما يمكنش تعطيني الان في العالم شي دوله اللي مشات بعيد على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الثقافي بدون منظومه اعلاميه قويه، وبالخصوص لاعلام السمعي البصري والرقمي. خير دليل على هادشي اللي تنقول هو هاد الجائحه اللي عشناها ديال كورونا. واحد الوقت كان انتقادات كثيره الاعلام الوطني بانه ما في المستوى والرداءة وكذا، ولكن ثبت في هاد الفتره هذه اللي عشناها مع كورونا، ثبت بان هاد الاعلام هذا ضروري واستراتيجي بالنسبه للمغرب. انا كنتصور مثلا لو كان ما كانوش هاد القنوات وهاد الاذاعات، لو كان ما كانوش في الوقت فاش جات هاد كورونا، حتى واحد ما عرف عليها حتى شي حاجه. اولا لعبنا واحد الدور، لعبنا يعني ماشي حنا كقناه المزيغ، يعني الاعلام المغربي بصفه عامه والاعلام السمعي البصري بالخصوص واحد الدور مصيري. تصور مثلا بالنسبه للجانب التحسيسي، شنو هي هذا المرض هذا؟ شكون غادي يوصل هاد الناس هادو اللي هي المواطن المغربي؟ شنو هي الطبيعه ديال هذا المرض؟ منين جا؟ وشنو كيفاش يمكن لك يعني تحمي راسك منه؟ شنو يعني وكل نهار كيكونوا، لان هذا كان واحد المرض اللي ما تنعرفوا عليه تقريبا حتى شي حاجه. والاعلام السمعي البصري الوطني استطاع انه حتى في بما فيه حتى المواقع استطاع انه يلعب واحد الدور مهم جدا على المستوى ديال التحسيس، ذاك الجانب البيداغوجي اللي هو اساسي بالنسبه سميتو المغرب. والحمد لله يعني حتى الشعب المغربي والدوله المغربيه عرفت ان هذا القطاع هذا قطاع خصو يحظى بواحد الاهتمام كما كيحظى يعني بالاهتمام الضروري في الدول المتقدمه. لان للاسف انا كنعتبر ان الان هذا القطاع هذا خصو الدول المغربيه تعتبره قطاع استراتيجي، ولكن ماشي غير على مستوى القول، على مستوى الفعل. القطاع استراتيجي يعني انا بالنسبه لي خص تكون تخاد واحد المجموعه ديال القرارات باش يمكن فعلا تكون عندنا منظومه اعلاميه، كنقول اعلاميه ولكن بالخصوص سمعيه بصريه قويه. شنو هما الشروط ديال هذا؟ ولكن قبل ما نتكلم على هذه النقطه هذه خصني نطول، ولكن بعدين نحاول نختصر، ولكن النقاش غادي في النقاش ان شاء الله الا كاين شي نقاط اللي يمكن نوضحوها. بغيت نذكر بواحد المساله اساسيه جدا، وانا المغرب كان سباق، كان رائد، كان بلد رائد في هذا الميدان. 81 تخلقات ميديا في الشرق الاوسط، افريقيا ما كانت حتى شي قناه، يعني قناه اذاعه بحال هذيك. 81 كانوا اذاعات رسميه شان اوفيسيال، طريقه ديال معالجه ديال الاخبار وكذا. ميديا مثلا في 81 ما كانت حتى شي قناه في العالم العربي وفي افريقيا كلها بما في يمكن جنوب افريقيا نقدروا نسنيو، ولكن ذاك الوقت قال لابارتايد وداك الشيء ما ضمنش. اذا 81 تخلقات المغرب خذا هذه المبادره ابتداء من 84 بدا المغرب كيفكر في انشاء قناه تلفزيونيه خاصه. 89 تخلقات دوزام، في هذاك الوقت بالضبط في اوروبا تخلقات كانال بلس 2004. كان واحد المقاول صاحب الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران اللي هو اندري روسلي، هو اللي اقترح هذه الفكره وكانوا ضده كاملين، وتنشات هذيك القناه ونجحات. سيتون شينا بياج ونجحات، واش هذاك المشروع الوحيد اللي كان معاه هو ميتران نفسه، ونجح هذاك المشروع في فرنسا، وكانت قناه الوحيده اللي هي مؤدى عنها في اوروبا كامله. ولا دابا راه سيت ان جروب اندستريال قدو قداش يعني في العالم كامل تقريبا. في هذاك الوقت المغرب خلق قناة دوزيام
كانت غادي تكلف بها حسب معلوماتي انا كانت غتكلف بها لا يختم داك الوقت شويه. فكروا قالوا لنا خصنا شي مؤسسه اخرى اللي يمكن اول المستوى المالي تكون تحمل الميزانيه ديال هذا المشروع هذا، واختاروا لنا انا ذاك. كانت تجربه ديال دوزيام تجربه ناجحه على مستوى المضامين، التوجه ديالها ناجحه 100%، وانتم كتعرفوا هذا الشيء وبالخصوص الناس اللي عايشوا هذيك المرحله. ولكن على المستوى التجاري كانت فشل، عرفت فشل ذريع، كانت بونك خود توتال. علاش؟ لان ما غاديش نطول بزاف في هذا الشيء، وغادي كان مشكل ديال فراغ قانوني. كانوا كنبيعوا دي ديكودور، ولكن الناس ما كانش عندهم الثقافه ديال المواطن المغربي، ما عندوش ما كيخلصش لو سيرفيس بوبليك. بالنسبه لي سي ان سيرفيس بوبليك، واخا تقول لي دوزيام ولا كذا وتفسر لي، ما عندك ما تفسر لي. هذه من جهه. من جهه اخرى على المستوى القانوني كان فراغ قانوني. فاش كنمشيو مثلا كتلقى عماره كامله كتاخذ ديكودور واحد وكيتفرجوا في دوزيام وما كيخرقوا القانون. دونك فاش كيمشيو عند القاضي كيقول لك اخويا ما عندي حتى شي سند قانوني، ما عندي شي شي بند مثلا في القانون اللي كيحكم على هذا الشيء، وما عرفتش تقول ليه ديكودور شنو هو الديكودور. غادي نحبس هنا وغادي نرجع لسميتو لهذا سميتو الوضع اللي كنعيشوا الان. انا في نظري المغرب تعيش واحد مرحله حاسمه في هذا القطاع هذا. علاش؟ لان ما يمكنش هذا النموذج التنموي اللي كنتكلموا عليه الا ما عندكش منظومه اعلاميه قويه. وبالخصوص كنعاود ناكد على هذه النقطه، سمعيه بصريه ورقميه، ما يمكنش تنجح هذا النموذج التنموي. علاش؟ لان اولا خاص واحد العمل بيداغوجي خصو يدار. هذا النموذج التنموي شنو هو؟ تنهضروا دابا بيناتنا لان حنا قاريين وعندنا الدبلومات وعندنا سميتو، ولكن ما ننساش بان المغرب راه فيه واحد تنظن واحد 50% ديال الناس ما قاريينش. حتى دوك الناس اللي قاريين كتلقى واحد عندهم واحد المستوى اللي هو للاسف ماشي طالع بزاف. اذا خاص الاعلام يلعب واحد الدور في هذا المجال. واحد الحاجه اللي ما فسرتهاش للمواطن ما يمكنش يمشي معك فيها، خصك تفسر ليه وخصك تقنعه. وهذا عمل يعني على المدى المتوسط والبعيد. باش يكون عندنا هاد باش تكون عندنا نوصلوا لهاد هاد المنظومه الاعلاميه قويه، كاين واحد العدد ديال الشروط. اولا خصنا كما قلت قبيله بان خصنا هاد القطاع هذا نجعلوا منه قطاع استراتيجي، ولكن ماشي غير على مستوى الفعل، ماشي غير على مستوى ديال الاقوال. غادي نرجع شي شويه على شي الانتخابات اللي جايه. مثلا الاحزاب السياسيه عندهم دور مهم جدا في هذا الجانب. الاحزاب السياسيه خصها تاخذ بعين الاعتبار هذا الجانب. الاحزاب مثلا في اوروبا، الا خديتي غير مثال ديال فرنسا، كتلقى في اي حزب كتلقى واحد خبير، تلقاه خبراء، ماشي واحد، خبراء في الاعلام، وتينجو تقارير مفصله، كتلقاه خبير حقيقي في الاعلام داخل الاحزاب. وكتلقاه في البرلمان ولا مثلا على مستوى الديبارتمون ولا على مستوى الجامعه، مثلا تلقى خبراء حقيقيين في الاعلام. الاعلام بالمفهوم الشامل ديالو. هذه المساله هذه تنتمنى ان الاحزاب السياسيه تعطي الاولويه لهذا المجال، لان اولا راه ما يمكنش شي تنميه تم الا ما كانش عندك منظومه اعلاميه قويه. هذه مساله تنعاودها وناكد عليها سواء على المستوى الوطني ولا على المستوى المحلي. هذه من جهه، ولكن هذا الشيء كله عنده شروط. الشرط الاساسي هو يكون عند هو خص هذا يكون عندنا تصور حقيقي بالنسبه للاعلام في البلاد. هذا التصور يكون عنده واضح المعالم، وخص الامكانيات. راه ما يمكنش لو غافيستولاج، راه ما يمكنش نغافيستولي وسميتو. مثلا هذا الشيء اللي كاين دابا عندنا، انا بالنسبه لي الامكانيات اللي تترصد ليه راه ما كافياش. راه بحال بغيتي دير واحد الشركه، الا بغيتي تنجح هذيك الشركه راه خصك تعطيها جميع العناصر ديال النجاح. خصك توفر ليا جميع العناصر ديال النجاح. ما يمكنش لك تنجح هذيك الشركه ديالك الا قلتي هو غير قضي. ما كاينش قضي. بغيتي تنتج هاد البورتابل ولا هاد القريعه هادي، خص كاين بروسيس. هذاك لو بروسيس يلفو ديمونسيوني. دونك خصك تعرف بان هذا راه خصو 5 دراهم، ماشي دروا 3 دراهم. درتي 3 دراهم راه المنتوج غادي يخرج وجع عوج. حنا فاش كنتكلموا مثلا على او كنتقدوا في رمضان وكذا رينا الرداء او داك الشيء، شنو هو المشكل؟ خص الانسان يمشي بعيد، يمشي للاصل ديال المشكل. الاصل ديال المشكل شنو هو؟ انا في نظري من بين الحلول الاساسيه اللي هنا ورش كبير، ماشي ديال غدا. مرش على ورش مثلا اللي يمكن على نبنيو على 10 سنين على 15 عام. هو الصناعه الثقافيه في المغرب اللي هو الاعلام جزء منه.
ما حد ما كاينش تقول لي مثلا الرداء شكون واش حنا اللي كنكتبوا السيناريوهات؟ ما كنكتبوش السيناريوهات حنا، حنا كندير ان ابيل دوفر اوفير اوفير، يعني اللي بغى يشارك يشارك. كاين واحد المجموعه ديال الشروط خصو يستجب ليها ويحترمها في لابيل دوفر، فاش كيدوز كل ميور غاني اللي مزيان اللي جا في شي مشروع مزيان وداك الشيء راه تياخذ المشروع. ولكن راه فاش كتجي لان الازمه الحقيقيه اللي عندنا في المغرب هو الازمه ديال الكتابه. عاد كنت كنتكلم قبيله مع الاستاذ على القضيه ديال السيناريوهات وداك الشيء، الازمه ديال الكتابه. علاش؟ لان ما عندناش صناعه ثقافيه حقيقيه. لو كان عندنا صناعه ثقافيه حقيقيه ولكن فاش كتكلم على الصناعه الثقافيه ماشي غير في الاعلام السمعي البصري، المفهوم الشامل ديالها يعني كل شيء، يعني اي حاجه عندها علاقه مع الصناعه الثقافيه يعني مع الثقافه. ولكن هذا الشيء ثاني عنده كاين اشياء، لان هنا خص واحد المقاربه في نظري اللي تكون مقاربه شموليه، سي ابروش سيستيميك. بغيتي مثلا نعطيكم مثال باش بوغ ايليستري لو بروبو. نتكلموا مثلا على الاعلام الامازيغي، الاعلام كاع بصفه عامه، يلا عاد نجيو الامازيغي الاعلام الوطني مثلا. اش كنكونوا مثلا الصحفيين في المعاهد؟ عندنا معهد مثلا المعهد هذا ديال الرباط تنكونوا فيه صحفيين جيدين مزيانين، ولكن تنكونوا صحفي وتنسوا بان هذاك الصحفي راه خصو، راه لان المؤسسه هذه سيتون انتربريز خص يكون ماشي تنكون غير صحفي، خص نكون صحفي والتخصصات في هذه الصحافه، لان ماشي خص واحد صحفي متخصص في الاقتصاد، واحد في الماليه، واحد في الصحه، واحد في كذا، التخصصات. واش كتقول تكون واحد الصحفي وداك الشيء يجي السيد ولا السيده ما كتفهم، يعني ما كيضبط حتى حاجه، هو عنده ثقافه عامه مكون مزيان، عنده العربيه مزيان، عنده اللغه الفرنسيه مزيان، ولكن فاش كتجي ما عندوش حتى شي تخصص. سير المؤسسات بما فيهم الجرائد مثلا في اوروبا، كتلقى ان فيما دخلتي اي مؤسسه كتدخل لها كتلقى واحد كل واحد متخصص في الماليه، كتلقى تخصصات وسط التخصصات. الجانب التدبيري، المؤسسه ديال الاعلاميه خاصها يتكونوا فيها، خاصنا ناس اللي تيعرفوا يدبروا المؤسسات الاعلاميه. داك المانجمنت هي فوندامونتال، ما كتعرفش تسير راه ما يمكنش تنجح هذيك المؤسسه. شحال من جريده فشلات مثلا في المغرب، علاش؟ لان تيجي واحد كيكون عنده شي ديال الفليسات كيدير الجريده وتينسى جوج الحوايج، تينسى الجانب التدبيري، خاصها فغي ماناجر قتال، ما كاينش سميتو مثلا البيوتشي المسائل خاصو سنتيم تيحسب بالريال، هذه من جاي سميتو هذه